بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. الفيديو ده هنتكلم ازاي تقدر تديبلوي الايجنت بتاع الكونفيجريشن مانجر على اي مكنه ورك جروب او اي سيرفر انت عاوز تعمل له مانج وكولكت الداتا بتاعته، مثلا موجود في دي ام زي. اكيد كلنا عندنا سيرفرات محطوطه في دي ام زي وهي جوين 2، او عندنا بعض الماشينز الورك جروب اللي انت عاوز تجيب الداتا بتاعتها. فازاي بنقدر ندبلوي الكونفيجريشن مانجر كلاينت بتاعنا في الحاله دي؟ اهم حاجه يكون الماشين ديت قادره توصل للدي ان اس او قادره تريزولف السايت نيم بتاع الكونفيجريشن مانجر. فانا في حالتي هنا عملت ضفت الدي ان اس بتاعي، هو الاكتف الدومين كنترولر بتاعي. ولو مش شايف الدي ان اس بتاعك فانت هتحتاج تحط في الويندز او في الهوستس فايل او ال ام هوستس فايل الداتا بتاعت السيرفر. فخلينا الاول نشوف، لو جينا على الكونفيجريشن مانجر في ادمنستريشن في سايت كونفيجريشن سايت، لو جينا على سيتنجز كونفيجر سايت كومبوننتس مانجمنت بوينت هتلاقي بيقول لك ببلش الداتا ديت بتاعت المانجمنت بوينت في الدي ان اس. فلو جيت على الدي ان اس سيرفر بتاعي من اللوجن، هتلاقي تحت الفورورد لقب زون لاب دوت كوم تي سي بي اندرسكور تي سي بي عندك المانجمنت بوينت هي بتاعتك موجوده على الكونفيجريشن مانجر. فانت كده لو انا جيت هنا على الماشين ديت وعملت سيت اب وحددت له بس اسم السايت سيرفر والدومين اللي هو السايت سيرفر موجود فيه، هيعرف يكومينيكيت مع الكونفيجريشن مانجر سيرفر. طب لو انا السيرفر الماشين بتاعتي ما هياش شايفه الدومين هعمل ايه؟ باجي هنا على السي ويندوز سيستم 32 درايفرز اي تي سي، تلاقي عندك هوستس فايل وال ام هوستس فايل. الهوستس فايل هتيجي هنا وتقوم معدل الداتا اللي موجوده فيها، وهتضيف هنا اس ام اس اندر سكور اس ال بي اللي هي السايت لوكيتور بوينت، وهتكون مديها الاي بي بتاع السيرفر. وبرده هتعمل ريكورد تاني 192 برده 168.51 هو اي بي بتاع السيرفر، والمره دي هيبقى اس ام اس اندر سكور لاب اللي هي السايت كود بتاعك. فكده لما لو السيرفر بتاعك ما هوش شايف الدي ان اس وسطبت الايجنت، الايجنت هيعرف يوصل للسيرفر بتاعك. طب خلينا في حالتنا اللي احنا اوريدي شايفين الدي ان اس، هنعمل ايه؟ باجي على السي، انا جبت الباكج بتاعت الكلاينت، هعمل سيت اب باستخدام السي ام دي. هقول له سي كلاينت سي سي ام سيت اب اس ام اس سايت كود هتساوي لاب ده سايت كود بتاعي، و دي ان اس سافكس هتساوي لاب دوت كوم. جت السافكس بتاعتي اللي هي هيتعامل بيها كان المكنه ديت هتبقى ماشين دوت لاب دوت كوم. هقول له انتر، هيبتدي عمليه السيت اب. زي ما انتم عارفين السيت اب هتيجي هنا في تاسك مانجر، هتقول له بروسيس، هتلاقى شو بروسيس فروم اول يوزرز، هتلاقي سي سي ام سيت اب هيبتدي يشتغل. بعد شويه هنبتدي نشوفه هيظهر ازاي في الكونفيجريشن مانجر سيرفر بتاعنا. السيت اب طلب مني ريستارت، فانا عملت ريستارت وبعد كده عملت بوت تاني. لو دخلت هنا على الكنترول بانل هتلاقي الكونفيجريشن مانجر كلاينت او ايجنت انستولد، وهتلاقي الاخد سايت اللي هي اللاب. يتبقى لنا حاجه اضافيه هنا، لو جيت على اسيد اند كومبلاينس هتلاقي الديفايس موجود وحالته اكتف الكلام ده، بس عليه علامه استفهام. علامه استفهام دي معناها ايه؟ معناها ان انا محتاج ابروف والله ده كلاينت انا تراست فيه، وابتدي اتكلم معاه وابتدي مانجر.
طب ليه كده؟ علشان هو ده مش في تراست الدومين. آه طب السيتنجز دي بتحصل لها كونفيجريشن منين؟ في ادمنستريشن هنا في السايتس، لو جيت هيراركي سيتنجز كلاينت ابروفال اند كونفليكت ريبورتس، هتلاقى والله بيقول لك اوتوماتيك ابروف كل كلاينت اللي في تراست الدومين، ولا كل الكمبيوتر هتعمل له ابروف بنفسك، ولا ابروف كل الكمبيوتر سواء بقى كان تراستد ولا مش تراستد. فاحنا سايبينها الديفولت اللي هي تراستد، واي حاجه مش تراستد اللي هي في الورك جروب احنا لازم نعمل لها ابروف بنفسنا. فهتيجي هنا على اسيت اند كومبلاينس وهتقول له ابروف، فكده هيبتدي يتعامل مع الكلاينت، هيبتدي يديله الماشين بوليسي والكلام ده. حاجة تانية، لو انت جيت هنا بصيت على البروبرتيز هتلاقي هو الايجنت اللي بيتعامل مع الكونفيجريشن مانجر دلوقتي هو المانجمنت بوينت كلاينت ريجستريشن. انما مثلا لو جيت على حاجة في الدومين مثلا هتلاقي السيتنجز بتاعته هو جاي عن طريق الاكتيف دايركتري ديسكفري وعن طريق مانجمنت بوينت كلاينت ريجستريشن وعن طريق الهيرت بيت. فهو الكونفيجريشن مانجر بيقدر يوصل له عن طريق الثلاث حاجات دول. الكلاينت الورك جروب بتاعنا هيقدر يوصل له عن طريق الهيرت بيت وعن طريق المانجمنت بوينت كلاينت ريجستريشن. المفروض دلوقتي لو جيت هنا على الكلاينت بتاعي ورنيت الاكشنز بتاعت الماشين بوليسي والكلام ده، هيبتدي بقى يجيب السايكلز وهيجيب الداتا بتاعته عشان خلاص عملت له ابروف. بما اننا جينا على كلمة ابروف، مثلا انت عندك كلاينت انت عارف مثلا الكمبيوتر بتاعه اتسرق، فانت محتاج مثلا تعمل له بلوك بحيث ان هو ما يقدرش يتكلم مع الكونفيجريشن مانجر بتاعك، وما يقدرش ياخد بقى سواء ابديتس سواء ابلكيشنز خاصة بيك وهكذا. فعشان تعمل بلوك للكمبيوتر لازم اول حاجة يكون عليه كلاينت. فمثلا سي انا عندي لاب بي سي ده عليه كلاينت والكلام ده، فانا عاوز اعمل له بلوك. فهتيجي هنا كليك يمين بلوك، فكده خلاص الكمبيوتر ده ما عادش هيقدر يريبورت مع الكونفيجريشن مانجر. بعد كده انت بعد ما عملت له بلوك تقدر تعمل له ان بلوك تاني في اي وقت. بس خلينا احنا نقول اوكي. اخر حاجه بتكلم عليها في حته الورك جروب كلاينت، هو ان الكلاينت بتاع الورك جروب اوكي تقدر تعمل له ديبلويمنت وتقدر تعمل عليه ريموت كنترول وكل الكلام ده، بس الديبلويمنت هنا بير كمبيوتر بس، مش هينفع تعمل ديبلويمنت باليوزر عشان اليوزرز بتوعك ورك جروب يوزر. فممكن يكون نفس اليوزر ليه نفس الاسم على اكتر من جهاز، فمش هتقدر تمانجها بعكس اليوزرز بتوع الدومين. فهي كده مثلا لما انت تعمل ديبلوي الابلكيشن بير يوزر، ده اكيد مش هيشتغل معاك خالص في حته الورك جروب كمبيوترز.